كده لا، فدي ممكن تقول ش، انما هتقول هش ازاي للاصوات العاليه والدنيا المباعثه. فحضرتك ما تتشفاش في الست وتقول لام حبيبه معانا نمره اتنين. حاضر ست ام حبيبه، اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. اهلا بيكي. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يسترك فندم. والله بقول لك يا دكتور، يعني انا متجوزه من 5 سنين، خمس سنين. وزوجي يعني هو كويس يعني كل حاجه، بس هو المشكله في لسانه. المشكله في ايه يا فندم؟ يعني لسانه، يعني الفاظ شتايم. يعني انا لا مش سامع، مش سامع ايه يعني مشكله في لسانه. في لسانه؟ اه ماشي. اه شتايم والفاظ يعني انا مش بحبها كده. ايوه. فانا تعبت يعني، وصلت لمرحله انا خاصة يعني عايزه انفصل، ومعايا بنتي 4 سنين. فمش عارف والله يا دكتور، يعني شويه افكر في الانفصال. هو بس عشان خاطر انا عايز اخد اكبر كميه من الاتصالات، كنت لازم اسالك سؤال مهم جدا. ان انا ما بعرفش احكم على العموم، يعني لو اديتيني مثال عشان اجابتي تبقى ليكي مقنعه وللي زيك، ايه اللحظه اللي فيها لسانه بيبقى صعب وبيشتم ويعمل؟ يعني قال مثلا هاتي كوبايه شاي، فحضرتك قلت حاضر، وهو قال حاضر دي مش عجباني يا بت كذا؟ لا يا دكتور، يعني هو على طول في حتى في الهزار ممكن بالراحة. الهزار ده سيبك منه، لا يتاخد منه جد ولا هزل، لكن خليني في سلوك البني ادم في حياته. هل حضرتك قام من النوم لقى الدنيا مش ظبطه، في شبشب تحت السرير، في فوطه نظيفه والصبانه بتاعت الصابون مغسوله، لا يا دكتور هو الدنيا رايقه، بس استنيني بس استنيني. اتفضل. وراح قايم وهو بيلبس الشبشب كده، قال ايه انت يا بنتي كذا؟ لا مش كده؟ يعني في موقف يا ام حبيبه، هو اكتر حاجه يا دكتور يعني هو لو في يعني على حق يعني شرع ربنا اللي هو العلاقه الحميميه. أيوة. على طول على طول، فانا لو عرضت او مثلا تعبانه او حاجه. طيب. الاقيه يتنفذ ويقعد يقول الاصوات كده. طيب ما هو انت برضو لما تقولي تعبانه في اسلوب، انا كتر خيرك يا ام حبيبه، انا عرفت دلوقتي هو الراجل معذور، ولو انت تعبانه فعلا من حقه يتجوز لانه مش هيزني، وده موجود في الفقه، مش انا اللي بعجن، ده موجود. راجل عنده طاقة جنسية ومراته على طول على طول مش ما عندهاش استعداد على طول على طول، ممكن يتجوز كمان اتنين كمان لو قادر، يعني مش قادر يصوم، يستحملك لما تبقي رايقة ومرتاحة، واللحظة اللي هو عايزك فيها وانت معذورة يصوم ويكسر شهوته بأي حاجة ما دام مش قادر يجيب التانية، انما لو فلوسه كتيرة يجيب التانية والتالتة علشان خاطر يتهدي حيله ويبقى كده الله يريحه هنا ويريحه هنا وتبقي حلاله وديك حلاله. الشاهد اللي انا عايز اقوله نمرة واحد واثنين وثلاثة. واحد، مهما تكن الظروف ليس هناك مسوغ، اللي هي باللغة اللي مش عربية مبرر، مفيش في اللغة العربية كلمة مبرر اسمها مسوغ، مادة برر يبرر تبريرا دي مش عندنا في اللغة العربية نهائيا، اسمها مسوغ. ها، ليس هناك مسوغ لسوء اللسان بحال من الاحوال، ده قاعده نمره واحد. علشان احنا ما احنا سيدنا محمد ولا ابو بكر ولا عمر ولا الصحابه الاخيار، يبقى لازم نعين بعض على الحكايه دي، لاني انا ممكن اقول زي ما قلت لكم زمان، افتكروا الكلام ده. لا تغضب، قال زدني يا رسول الله، قال لا تغضب، زدني يا رسول الله، قال لا تغضب. اسمه جاريه بن قدامه اللي قال له يا رسول الله زدني، ده وجيه وقال له اوصني، اسمه جاريه بن قدامه. خلاص عرفنا النهارده اسمين اهو، ابي بن شريق اللي هو سمي الاخنس لانه خنس زي الخناس، ساب ابو جهل ومشي، وجاريه بن قدامه هو اللي جه قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اوعزني انصحني، قال له ما تغضبش. قال مبروك عطيه المسكين، وانا اقول للطرف الاخر ابوس ايد اهلك لا تغضبه. يعني لازم المعادله، انا اقول لده لا تغضب، واقول للي بيغضبه ارجوك ما تغضبوش. لكن انا اجي على واحد اقول له لا تغضب بتشتمني، او لا تغضب بيهني لو هي اللي بتتكلم، لا تغضبي ما بياكلنيش، لا تغضبي، ده انا مش خطاب ديني، ده خطاب بسطرمه، ده هبل. في حاجه اسمها المعادله، مبروك عطيه كتب كده الاسلام دين المعادله. المعادله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يبقى احسان واحسان. طيب اساءه الاصل لا اساءه، لا يكن احدكم امعة، يقولوا إن أحسن الناس أحسنتوا وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم على أنه إذا أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا. المعالجة، المعالجة دي مهمة جدا، أشوف هو لسانه إمتى بيبقى فالت، إذا كنت أنا السبب مش عيب أن أعترف وأقول أنا بنرفزه، أنا بقول له لا أنا كذا كذا كذا، يبقى أنا كده عينته على الطاعة. الله يسترك يا أم حبيب. الحاجة مهمة التانية عايز اقول ان الاخنس او سيدنا ابي بن شريق عندما ترك ابا جهل واخذ جيشه ومضى وخنس وسمي الاخنس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس. أنا أحفظ من التفاسير القديمة حاجة ممكن تفرحكم، ممكن أنا أقول دي مش ملهاش قيمة لكن تطلع عندكم قيمة. طب حوش شليب ده ما جت على بالي وأنا بكلمكم. قالوا ليه ربنا جاب إله نمرة ثلاثة؟ ده بمناسبة اللي احنا فيه كمان والله وكل حاجة. قال ربنا بدأ بالربوبية، قل أعوذ برب الناس. يعني إيه رب الناس؟ يعني اللي بيأكلهم. شفتوا كده الراجل اللي كان بيخطب من يومين وقال مين يأكلكم؟ مين يشتقيكم؟ مين يعملكم؟ ها؟ مين يأكلكم؟ ربنا. رب ربنا يعني اللي بربينا، اللي بيأكلنا، اللي بيسقينا، اللي بيرعانا، اللي بيكلأنا بالليل والنهار، ربنا. رب ما ودعك ربك اللي هو آواك من يتمي وأغناك من كذا وعمل لك كذا وهداك وهدى بك حاجات جميلة أوي. حلو كده؟ واحد رب. وقاعدين اتنين ملك الناس يقولوا ثنى بالملكية. الاتنين دول لما يتوفروا، يعني مثلا لو انا رب ابني، ممكن جدا العلماء يقولوا يلا موضوع درس جديد هو صغير في سطرين اتنين، هل الانسان يكون ربا؟ اسمه رب اسره ورب العشيره ورب المال ورب الهيدوكس ونص نقل. ربها يعني صاحبها، صاحبها، رب الشيء يعني صاحب. وليك يقول لك ايه الفرق بين كلمه رب اللي تتقال على البني ادم وبين كلمه الرب اللي تتقال على المولى سبحانه وتعالى؟ قال لك لو جت بالالف واللام يبقى الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ ممكن تصلح لي يا استاذ شويه؟ يعني ما تقوليش مثلا ايه الحاج فلان الرب، يخرب بيت الكفره، استغفر الله العظيم، ايه ده يا جدع؟ انت ما اتعلمتش ولا ايه؟ ما اشوفش مذهب حسنه، اخص عليك. الرب بالالف واللام لا تقال الا على الله. انما بقى زي حالاتنا واللي احسن مننا بكتير وكده، يبقى تجيبها من غير الف ولام وبعدها المضاف اليه. رب اسره، رب مال، رب سياره، رب الم، رب نعناع خضرا، يعني صاحب نعناع خضرا. يبقى الرب only for the sake of our الله، بلاش جد دي اللي فيها خلاف. حلو هشام. طيب هشام، وبعدين اقول لكم. طب بقى 30 ثانيه عشان ما اعلقكوش. انا رب ابني، املك ابني، املكه ازاي اذا كنت لا املك لنفسي لا نفعا ولا ضرا؟ يبقى انا اربه يعني اجيب له الماما، لكن املك انه يعيش ما اقدرش، يبقى انا مش اله. عشان كده جت نمرة ثلاثة إله الناس. يقولوا العلماء من زمان، لأننا نفكرها معلومة دي يعني مش هتفيدكم قوي، يا رب تفيد، إنه بدأ بالربوبية ثم ثنى بالملكية، ومن كان ربا مالكا كان إلها، فلا إله إلا الله، لأنه الوحيد اللي بيربي ويملك، والذي نفسي بيده ملكوت كل شيء. هشام اتفضل يا هشام. السلام عليكم. آسف لأن تأخرت عليك. اتفضل يا هشام. السلام عليكم. طيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور مبروك؟ ربنا يسترك يا حبيبي. ربنا يكرمك يا فندم. والله يا فندم انا عندي بعد اذن حضرتك نقطتين. اتفضل يا فندم. النقطه الاولانيه يا فندم، انا شغال في مطبعه بتطبع كشوف حساب بنوك. جميل جدا. فانا عايز اعرف هل المكان اللي انا بشتغل فيه ده الشغله دي حلال ولا حرام؟ 3000% حلال. طبعا ولا فيها اي حاجه خالص. التانية على طول. ايوه فندم. التانية ايه بقى عشان اريحك بس؟ التانية فندم التدخين. اي فندم. الاذكار الصباح واذكار المساء. اي فندم. هل فندم الواحد يجوز ان هو يقول اذكار الصباح والمساء بعد مثلا لو يعني الواحد بيشرب سجاير مثلا؟ اي فندم. ريحة السجاير دي بتمنع الثواب او بتقلل الثواب؟ هجاوبك يا فندم. حاضر. طيب يا فندم. كتر خيرك يا هشام. نعم فندم. معانا هدى، وبعدين نشوف موضوع السجاير وذكر الله في السجاير. ست هدى. الو السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. بسرعه يا هدى. ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك يا رب. اتفضل. انا بس عايز اقول لك ان انا كنت اتمنى يبقى لي اب زيك. انا بس اقول لك كده بس. لا يا اختي ابدا، ده انا خدامك، ابوك وعمك وخالك. انا اتشرف انك تبقى زي ابويا يعني. وانا ان شاء الله اكون زي ابوك وزي عمك وزي كل ليكي وكل الناس. ادعي لي يا دكتور ربنا يرزقني بذريه صالحه. الله يرزقك يا ستي وكل يا رب مشتاق للذريه. ادعي له بهذا الدعاء ان يرزقه الله الذريه الطيبه. احنا مش عايزين ذريه، احنا عايزين الكلمتين دول مع بعض. ان ما كانتش طيبه الله لا يجيبها، لكن ذريه. رب هب لي من لدنك ذريه طيبه فهب لي من لدنك وليا يرث. شفت كلمه ولي؟ سيدنا زكريا دعائين هم، واحد في آل عمران اللي انا قلت دلوقتي من لدنك ذريه طيبه، واحد في سوره مريم هب لي من لدنك وليا يرثني. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني يورث العلم اللي عندي، مش تجيب لي عيل اهبل. شفتوا الدعوه؟ هي طيبه تفسيرها
علامة الطيب مش يبقى بيعمل على روحه حاجات على من بقه، لا، علامة الطيب انه يورث من ابوه.